مشاهدينا الكرام، اهلا بحضراتكم وحلقه جديده ومساحه للراي. مساحه للراي في اطار حرص السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بعوده مصر الى عمقها التاريخي الافريقي وتعزيز التعاون مع الاشقاء الافارقه في كافه المجالات. تشهد العلاقات المصرية الإفريقية تطورا كبيرا بعد فتور دام لسنوات شهدتها قبل ثورة 30 من يونيو. فمنذ تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي مهام منصبه رئيسا للبلاد في عام 2014 وبتوجيهات من سيادته، سعت الدبلوماسية المصرية وبقوة إلى استعادة دور مصر الريادي والفاعل في إفريقيا. وبمجهود شاق وعمل مضى، استطاعت الخارجية المصرية تطوير التعاون مع الأشقاء الأفارقة، وفي استراتيجية أيضا تبنتها الدولة للانخراط الكامل والتعاون مع الدول الإفريقية لما تمثله من أهمية كبرى للأمن القومي المصري خاصة والمصالح المصرية بصفة عامة. وللمزيد حول العلاقات المصرية الإفريقية يبدأ نقاشنا اليوم مع الكاتب الصحفي الدكتور أيمن السيسي، نائب رئيس تحرير الأهرام والمتخصص أيضا في الشأن الإفريقي. برحب بحضرتك فندم معنا. أهلا وسهلا. قبل ما نبدأ حدثنا عن التغير اللي حدث بعد ثورة 30 من يونيو ومرور أيضا 11 عام، وطبعا يمكن دائما بنحتفل بهذه الذكرى في هذا اليوم وغدا وطوال هذا الشهر بإذن الله. أنا دعو حضرتك لمتابعة التقرير ونرجع نبدأ معاك أولى حواراتنا في هذا الشأن ولكن بعد التقرير. رجعنا لكم مرة تانية مشاهدينا ولازلنا معاكم ومساحة لرأي. اسمحوا لي أبدأ حواري وأرحب بضيفي دكتور أيمن السيسي، نائب رئيس تحرير الأهرام والمتخصص في الشأن الإفريقي. برحب بحضرتك فندم معايا. أهلا وسهلا. أهلا بك. أهلا بك. يمكن زي ما قلنا ربما تكون ثورة 30 من يونيو هي نقطة تحول في تاريخ مصر السياسي على المستوى الإقليمي وعلى المستوى الدولي وأيضا على المستوى العالمي والمحلي. لو حبينا نتكلم أو نتحدث أكثر عن ما أحدثته الثورة في إرجاع مصر إلى الحضن الإفريقي مرة ثانية، ماذا كانت مصر قبل 30 من يونيو؟ يعني لو تحدثنا عن حضنها الإفريقي أو محيطها الإفريقي وماذا بعد ثورة 30 من يونيو؟ شوفي، هو ما بعد 2014 بدأ يبقى فيه توجه كبير جدا لمصر تجاه القارة الإفريقية، وده كان غايب في السنوات. يمكن بالرصد كان انه السنوات من السبعينات تقريبا او من نهاية الستينات وما بعد نكسة يونيو تحديدا، كان في بدأ يبقى في غياب تدريجي لمصر في القارة الأفريقية، وده الحقيقة أفقدنا كثير من القوة الحقيقية لمصر في المحافل الدولية وفي القارة الأفريقية، ودخلت قوة إقليمية عديدة إلى القارة الأفريقية زحمتنا الآن في البلدان الأفريقية. بعد وكثير ما كتبنا، يعني كل المتخصصين في الشأن الأفريقي كانوا بيكتبوا في فترة الجفاف الحقيقي في العلاقات، وهي يمكن الفترة 15 سنة الأخيرة منذ يمكن من 2000 يعني من نهاية التسعينات إلى 2013 أو 2014، كثير ما تحدثنا عن ضرورة العودة على أفريقيا، أهمية أفريقيا بالنسبة لنا، كيفية الاستفادة أو ضرورة الاستفادة المتبادلة بين مصر وبين الدول الأفريقية، إلى أن جاء الرئيس السيسي الحقيقة وكان له توجه للعودة إلى أفريقيا، وبدأ يبقى فيه اهتمام بشكل كبير جدا بأفريقيا في نواحي متعددة. الحقيقة احنا شفنا يمكن بلدان كانت علاقتنا بيها، يعني مثلا دولة زي موريتانيا، وموريتانيا دولة عربية شقيقة ودولة إسلامية ودولة أفريقية، وكانت يعني رغم أنها دولة عربية وإسلامية كانت علاقتنا بها هامشية إلى حد ما. الآن علاقتنا بها من أهم العلاقات في الدول الأفريقية، خصوصا أن موريتانيا تشرف على الغرب الأفريقي ولها نفوذ في الغرب الأفريقي. ده كان من زمان يعني، وبدأ يبقى فيه
تفعيل لاتفاقيات. يمكن زارنا الرئيس الغزواني رئيس موريتانيا والسيد وزير الدفاع حنانا والسيد حنانا، وكان في يعني عقدوا اتفاقات ووقعوا مع السيد رئيس وبعض الوزراء اللي كانوا بصحبتهم، وقعوا اتفاقيات مع ممثلين ليهم في الحكومة المصرية، وبدأ يبقى في نشاط حقيقي وتفاعل حقيقي وتفعيل حقيقي. بعد ثورة 30 من يونيو، بعد توجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، طبعا توجيهات كانت فعالة من خلال الزيارات المتبادلة ما بين سيادة الرئيس وما بين في القارة الأفريقية دائما. هو كثير، شوفي، دول كثير من الدول الأفريقية شهدت زيارات. صحيح. مصر شهدت زيارات لكثير من القادة الأفارقة، سواء على مستوى القمم الرئاسية أو علاقات أو لقاءات رئاسية ووزارية، أو في منتديات زي منتدى الشباب وكوب 27 ولقاءات أخرى ومنتديات أخرى دولية احتضنتها مصر. كذلك زار السيد الرئيس عدد من الدول الأفريقية. المهم في هذه المسألة أنه كمان دور مصر في المصالحات الأفريقية، يعني دور مصر في تهدئة الأجواء في أفريقيا، سواء في ليبيا، وليبيا برضو دولة أفريقية، وتأثيرها خطير جدا على ما خلفها من دول جنوب الصحراء، تشاد والنيجر ومالي وبوركينا فاسو، ودعمت مصر التهدئة في ليبيا. العلاقات الأزمة بين رياك مشار وسلفاكير في جنوب السودان برضو دعت مصر لعمل مصالحة بين القطبين الرئيسيين في جنوب السودان. كذلك رئاسة مصر أيضا للاتحاد الإفريقي، رئاسة مصر في الاتحاد الإفريقي، واشتغلت على، ويمكن كان الرئيس له توجه في فكرة اسكات البنادق، يعني كان لمصر تحركات عديدة تحت رئاسة الرئيس السيسي في الاتحاد الافريقي في المحافل الافريقية بشكل عام وفي العلاقات الثنائية بشكل خاص، الى حد ما يعني الامور هدأت في افريقيا في بعض الاماكن. العلاقات المتميزة بين مصر وبعض الدول الافريقية والمساعدات اللي بتقدمها مصر للدول الأفريقية، سواء من خلال الصندوق الأفرو أسيوي في وزارة الخارجية، وده الحقيقة من أهم المكونات التنفيذية في مصر اللي بتعمل على الدعم والتواصل مع الأشقاء. وكان الأول اسمه الصندوق الأفريقي، ثم تحول إلى الأفرو أسيوي، بدأ يبقى توسيع الدائرة للعلاقات مع الدول الأسيوية، أيضا الدول الإسلامية الأسيوية. هذا الصندوق له برضو من ضمن الجهات المصرية اللي تم تفعيلها بشكل كبير جدا من بعد 2014 في تعاونها مع الدول الأفريقية. جوليوس نيريري، السد اللي اتعمل في تنزانيا وقامت بيه شركة المقاولين العرب مع تحالف من القطاع الخاص تحت رئاسة سيادة اللواء محمود نصار رئيس الجهاز المركزي للتعمير، والحقيقة كان من أهم المنجزات المصرية في الأراضي الأفريقية. الحقيقة يعني في كثير من الأحداث اللي تمت والعلاقات اللي تمت والمساعدات، إنجازات عديدة جدا بعد ثورة 30 من يونيو، زي ما حضرتك تفضلت وقلت عن إعادة مصر مرة أخرى للحضن الإفريقي من خلال طبعا حل العديد من المشكلات، الزيارات المتبادلة، رئاستها للاتحاد الإفريقي. لكن أستاذ أيمن أو دكتور أيمن عفوا، هنضع حضرتك لمتابعة التقرير ونرجع نستكمل حوارنا مع دكتور أيمن، لكن بعد التقرير. لم تكن إفريقيا بالنسبة لمصر مجرد امتداد جغرافي وارتباط تاريخي، بل هي روابط إنسانية عميقة جعلت من مصر قلب إفريقيا النابض. فبعد ثورة 30 من يونيو وتولي الرئيس عبد الفتاح السيسي مسؤولية الحكم، نجحت الدبلوماسية المصرية وبتوجيهات مباشرة من سيادته في استعادة دور مصر الريادي في إفريقيا، فباتت القاهرة الداعم الأكبر للقارة السمراء والأقوى في محيطها الإقليمي.
وقد أدركت السياسة المصرية أنه لا يمكن التأسيس لمرحلة جديدة من العلاقات المصرية الإفريقية إلا بأهداف وتطلعات مختلفة. فالقارة الإفريقية تحتل ثقلا مركزيا في أولويات الدولة المصرية، فجاء التقارب المصري بالانخراط الفاعل في مشاكل القارة السمراء وملفات التنمية والتعاون المشترك ومجابهة التحديات التي تواجهها القارة. ونتيجة لهذا جنت مصر ثمار جهودها، فتم انتخابها بالإجماع خلال اجتماعات قمة الاتحاد الإفريقي الأخيرة عضوا بمجلس السلم والأمن الإفريقي اعتبارا من إبريل الماضي ولمدة عامين كممثل عن إقليم شمال إفريقيا، وهو ما يعكس تقدير وثقة دول الإقليم وبلدان القارة لجهود مصر والتزامها بتعزيز السلم والأمن والاستقرار في إفريقيا. وحرصت القاهرة على تعزيز التعاون المشترك مع الاتحاد الإفريقي وجميع الدول الإفريقية في جميع المجالات خاصة على الصعيد الاقتصادي والسياسي لتصبح صوت القارة السمراء في مختلف المحافل الدولية. وعلى الصعيد الاقتصادي عملت مصر على تعزيز التعاون والتكامل التجاري والاقتصادي مع دول إفريقيا من خلال مشروع طريق القاهرة كيب تاون والأثر الفعال على دعم وتعزيز عمليات التعاون التجاري. كما تشارك مصر في خطة تنمية إفريقيا 2063 من خلال العمل في مشروعات دعم البنية التحتية الإفريقية، خطة ثابتة مضت بها مصر ولا تزال لتعزيز دورها الريادي في القارة السمراء بعد ثورة 30 من يونيو، متخذة مسارا جديدا من العلاقات مع الدول الإفريقية لتصبح رقما مهما في المعادلة الإفريقية. رجعنا لكم مرة تانية مشاهدينا ولازلنا معاكم مساحة ليا رأي. برحب بضيفي دكتور أيمن السيسي، أهلا بحضرتك يا فندم مرة تانية. أهلا بيك. أهلا بيك دكتور. يمكن لو تحدثنا بعد ما قلنا في البداية أنه تعد ثورة يونيو هي تحول كبير جدا في تاريخ مصر السياسي، ويمكن لها إنجازات وانتصارات عديدة جدا على كل المستويات، سواء كان المستوى السياسي على المستوى المحلي أو المستوى الدولي أو المستوى الإقليمي، طبقا لي طبعا توجهات سياسية من سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي. لكن لو تحدثنا عن الثوابت السياسية اللي رسخها سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، تحديدا هذه الثوابت فيما تخص الدبلوماسية المصرية منذ توليه حتى الآن، ماذا تهدف هذه الثوابت من الناحية السياسية ومن الناحية الاقتصادية؟ شوفي، هو الثوابت الحقيقة اللي أعاد تفعيلها سيادة الرئيس عبد الفتاح الدوائر الأمن القومي اللي كانت قاعدتها ثورة يوليو في 52، اللي هي الثوابت الثلاث، العربية والإسلامية والإفريقية. نعم. فهذه الدوائر الثلاث مهمة جدا على جميع المستويات الأمنية والاقتصادية والسياسية والاستراتيجية المصرية. ده عاد تفعيله الرئيس السيسي منذ توليه الرئاسة، وده كان مهم جدا انه الاستفادة من القارة الأفريقية على المستوى السياسي وعلى المستوى الاقتصادي وعلى المستوى الاستراتيجي، وعودة لأفريقيا لمصر، لأن احنا الفترة اللي كانت قبل كده كان في غياب شبه كامل عن القارة الأفريقية، وده أفقدنا الحقيقة دعم في المحافل الدولية وأفقدنا العلاقات الاقتصادية الجيدة مع الدول الأفريقية. تخيلي أنه في دول ظلت علاقتنا معاها منذ الستينات لا تزيع، العلاقة البينية أو التبادل الاقتصادي بيننا وبينها لا يزيد عن 20 أو 30 مليون دولار منذ نهاية الستينات، وده الحقيقة أصبح شيء غير مقبول، لأنه هذه الدول توسعت كأسواق ومصر توسعت كمصادر إنتاج وصناعة. النهاردة بنتكلم انه القارة الافريقية سوق كبير جدا، وانا شفت ده في مختلف الدول الافريقية اللي زرتها لمهام صحفية، سوق مهم وسوق قوي والاسعار هناك جيدة للمنتجات المصرية، والتبادل التجاري ما بينها وما بين الدول الافريقيه، كل الدول الافريقيه بدا يعني اغلب الدول الافريقيه، لكن هناك في كثير من الدول كانت اسواق تقليديه للبضائع المصريه،
الآن من الفترة اللي قبل 30 يونيو أو قبل الرئيس سيسي كان تراجع العلاقات أو تراجعت أو جمدت العلاقات والتبادل البيني معها على أرقام بسيطة ومتواضعة. إحنا الآن في طفرة الحقيقة في العلاقات معها خصوصا العلاقات الاقتصادية، لكن إحنا محتاجين، يمكن الرئيس بياخدوا خطوات واسعة جدا في هذا المجال، لكن محتاجين ان تكون هناك وزارات وهيئات يعني تواكب خطوات الرئيس في الدخول الى افريقيا، في العودة الى افريقيا. نعم. اولا نحتاج ان يكون في خطوط ملاحية سواء جوية او برية او بحرية مع عديد من الدول الافريقية. احنا بنفتقد ده لانه مثلا دول غرب افريقيا وسط افريقيا للاسف احنا ما عندناش خطوط ملاحيه جويه او طيران مباشر هناك، فده بيعمل ازمه للمستثمرين المصريين، بيعمل ازمه للمستوردين من هذه الدول، بيعمل ازمه كمان في الانتاج المصري بيوصل لهذه الدول برقم غالي. يمكن لو عملنا خطوط ملاحية مع هذه الدول وهذه الأسواق يكون المنافسة في السعر جيد، لأن أنا شفت بضائع مصرية في عدد من الدول الأفريقية في وسط وغرب أفريقيا، لكن مشكلتها ان هي اللي بتروح طيران بتروح ترانزيت باريس مثلا او بتنقل على باريس ثم للدول في غرب افريقيا وسط افريقيا او من اسطنبول او من اديس ابابا، ودي الحقيقه بتضاعف السعر المنتج، بتضعف الوقت برضه. في معوقات تعوقنا على اننا نعمل خطوط اخرى لنقل هذه البضائع الى الدول او القاره الافريقيه؟ والمفروض احنا الشركة الوطنية شركة مصر للطيران انها تمد خطوط، لازم يبقى في خطوط ملاحية للدول الافريقية، ايضا تسيير الخطوط ملاحية بحرية. احنا دلوقتي عندنا علاقات مع كل الدول الافريقية بشكل جيد. الملاحة البحرية حاليا هي ارخص سعرا في نقل البضائع، طبعا معروف من زمان، لكن ده ممكن احنا ممكن نستفيد منه، خصوصا انه يعني مثلا دول علاقتنا معها جيدة جدا وتعتبر أسواق زي موريتانيا. موريتانيا هي منفذ بحري لعدة دول زي النيجر وبوركينا فاسو ومالي، فممكن بضائعنا إلى هذه الدول تدخل عبر ميناء نواكشوط وهكذا في كل إقليم أو كل تجمع إقليمي غرب أو وسط أو شرق أو جنوب أفريقيا ممكن يتم تسيير خطوط ملاحية إليها. الخطوط الطيران مهم جدا لأنه برضو أحيانا في بضائع بتنقل على الطيران، يعني الأدوية، وهي الأدوية المصرية طبعا احنا عندنا الحقيقة كفاءة وجودة في الأدوية المصرية واحتياج ليها في افريقيا بشكل عام، وده اللي صادفته في كثير من الدول، لان اغلب الدول الافريقيه الادويه اللي فيها اما انها مغشوشه وفقدت او من حيث فقدان الصلاحيه او انتهاء صلاحيه الادويه بيعاد تصديرها وتغليفها مره اخرى، او الماده الفعاله فيها تقريبا شبه منعدمه، او دي اللي بتيجي من دول معروفة بتصدير هذه الأنواع الرديئة من الأدوية، أو عصابات بتعمل على تصدير أو إنها تاخد الأدوية المنتهية الصلاحية وتعيد تصديرها لبلادها. دي الأدوية السيئة، وطبعا سعرها لما نشوف سعرها هو يعتبر غالي، لكن الأدوية الحقيقية اللي هي المادة الفعالة فيها جيدة دي جاية من أوروبا مثلا ومن أمريكا. الأدوية المصرية تنافس هذه الأدوية الفعالة الجيدة الأدوية الأوروبية والأمريكية، وسعرها ينافس جدا، رغم أنه ممكن الدواء لو هنا بعشرة جنيه ممكن يبقى هناك يتباع بثلاثين جنيه واربعين جنيه ويبقى أرخص من المثيل الأجنبي، رغم أنه عنده جودة بنفس جودة وفعالية المثيل الأجنبي العالي المرتفع. فبالتالي ده ممكن يتم نقله عبر الطيران. هو احنا محتاجين بس انه يكون في توسع في خطوط الطيران، لازم يبقى في توسع في خطوط الطيران. صحيح.
صحيح. ربما منذ تولي سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي هناك العديد من التوجهات السياسية الخاصة بالقيادة السياسية اللي دائما بتكون حريصة كل حرص على تنوع علاقات أو علاقة مصر تحديدا وسياستها الخارجية بكل الدول الإفريقية وليست دول بعينها. ماذا عن الدول اللي كان هناك عمق علاقات قبل ثورة 30 من يونيو، وماذا عن المتسع الآن وزيادة هذه الدول بعد ثورة 30 من يونيو؟ يعني هو كان يمكن حضرتك يعني اشرت منذ قليل وحضرتك بتتحدث عن ان في دول يعني العلاقه وثيقه بيننا وبينها اكثر من دول اخرى، ولكن الرئيس كان حريص على كل دول ليست دول بعينها. شوفي، هو بقى في عدل في توزيع الموده والعلاقات الجيده مع كثير من الدول نتيجه الرؤيه الاستراتيجيه اللي عايزه انت تستفيدي ايه من هذه الدول، زي برضو تماما أهم المشروعات اللي تمت في مصر على مستوى مصر كلها. اهم هذه الدول، يعني احنا الاول ما كانش فيه اهتمام بمنطقه غرب افريقيا، الان العلاقات متميزه مع غرب افريقيا، ما كانش فيه اهتمام بدول زي وسط افريقيا في موزمبيق وزامبيا، الان العلاقات زادت وبقت اكثر عمقا واكثر تواصلا واكثر تفعيلا لكثير من يعني النواحي في اقتصاديا وسياسيا واستراتيجيا. الاول كنا مركزين على منطقه شرق افريقيا وحوض النيل، وده كانت نظره الحياه قاصره، لان هو احنا حريصين على ان تكون علاقتنا حسب مصالحنا الاستراتيجيه لمياه النيل تبقى في دايره حوض شرق افريقيا او القرن الافريقي وحوض النيل، لكن ده مش هو ده المهم، لان ممكن علاقاتنا في دول اخرى غرب او وسط او جنوب افريقيا تؤثر على الدول في حوض النيل وتاتي بنتائج اكثر ايجابيه مما كنا نظن. فبالتالي هل في معايير بنقصها مع الدول الاخرى قبل بناء هذه العلاقه او قبل اي تبادل تجاري ما بينها وما بين دوله افريقيه، او زيارات متبادله واتفاقيات متبادله ما بين سياده الرئيس وما بين هذه الدول؟ لا، هو ما فيش معايير محدده الا المعايير الامن القومي المصري، سواء على من نواحي او من جانب الاقتصاد او السياسه او الثوابت السياسه اللي حضرتك ذكرتها والدوائر الامنيه او الاستراتيجيه الاولى. فده مش يعني مش محدد له اطر محدده وضيقه ولا دول محدده. شوفي، هو كان برضه زمان كان مصر في التوجه احنا كانت في ثقافه الاورو متوسط، يعني ثقافه او التوجه الاورو متوسط ان احنا نتبع لثقافه البحر المتوسط وجنوب اوروبا او الشاطئ الشمالي من البحر المتوسط، ودي كانت وده كان خطأ كبير الحقيقة، وخسرنا كثير من نفوذنا في حتت كتيرة في العالم، لأنه القارة الأفريقية هي مهد علاقات طيبة وعلاقات اتبنت على مستوى على مدى سنوات، مش سنوات، على مدى قرون، يعني سواء من خلال الأزهر الشريف أو من خلال الكنيسة الأرثوذكسية المصرية، كانت لنا علاقات في دول كثير، وهذه العلاقات جت فترة التحرر الوطني منتصف القرن العشرين، وزادت بمساعدات مصر لحركات التحرر والدعم الرئيس عبد الناصر لكثير من حركات التحرر اللي كان جزء منها اساسي كانت القاهره بتعتبر هي المقر. وده دكتور ايمن بيؤكد على اهميه القاره السمراء بالنسبه لمصر وبالنسبه للمصريين وبالنسبه للعلاقات الوثيقه ما بينها وما بين دول القاره الافريقيه. بنادى حضرتك لمتابعه تقرير صحفي خاص بانجازات ثوره 30 من يونيو، ونرجع نستكمل حوارنا مع دكتور أيمن ولكن بعد الفاصل. ما
نبدأ صحافتنا من الأهرام والتي أبرزت عودة دور مصر الريادي إفريقيا بعد ثورة 30 يونيو، مشيرة إلى حدوث طفرة كبيرة في علاقات القاهرة مع دول القارة بفضل جهود ورؤية القيادة السياسية الحكيمة التي حددت أهداف علاقات مصر الخارجية، مما أدى إلى تحقيق توازن في علاقات مصر الدبلوماسية مع الدول الإفريقية سواء في المجال السياسي أو الاقتصادي أو الثقافي. أما الوفد فترى حنان أبو سكين أستاذ العلوم السياسية أن الدبلوماسية المصرية شهدت مستوى جديدا من التطوير بعد ثورة يونيو، فقد أولت مصر القارة الإفريقية اهتماما خاصا وكبيرا تمثل في استعانة دول القارة بخبرتها في مكافحة فيروس سي، بالإضافة إلى بناء السدود والمشروعات التنموية في العديد من الدول الإفريقية. وقالت اليوم السابع إن السياسة المصرية تجاه إفريقيا ارتكزت على عدة مسارات متوازية، من أهمها مسار التنمية وزيادة التجارة بين دول القارة الإفريقية وتحسين البنية التحتية والتوسع في مشروعات ريادة الأعمال من أجل تحسين مستوى معيشة المواطن الإفريقي. أخيرا ومن دار الهلال، قال الدكتور طارق فهمي أستاذ العلوم السياسية إن مصر نجحت في الفترة الأخيرة في بناء علاقات قوية مع الدول الإفريقية خصوصا بعد ثورة 30 يونيو المجيدة، مضيفا أن الرئيس عبد الفتاح السيسي أعاد تأسيس العلاقات مرة ثانية مع القارة الإفريقية، فالعلاقات المصرية الإفريقية تاريخية. رجعنا لكم مرة تانية مشاهدينا ومساحة للرأي. برحب بضيفي دكتور أيمن السيسي، أهلا بك دكتور معنا. أهلا بك دكتور. يمكن يعني بعد إنجازات وانتصارات ثورة 30 يونيو، نجحت مصر في استعادة إفريقيا كعمق استراتيجي لها، ويمكن مصر من الدول الخمس الكبار في القارة السمراء، القارة الإفريقية، وبتسهم بحوالي 12% من الاتحاد الإفريقي. فعايزة أتكلم أكثر عن اللي بتقدمه لإفريقيا اقتصاديا، تجديد يعني أواصر الصداقة ما بيننا وما بين القارة الإفريقية. هو على المستوى الاقتصادي في حاجات كتيرة قدمتها مصر الحقيقة خلال هذه الفترة. وإيه اللي محتاجينه عشان يكون في يعني توطيد علاقات أفضل، تبادل تجاري، تبادل تعليمي، تبادل ثقافي زي ما شايفين ما بين الدول الإفريقية؟ ده المهم بقى، يعني إحنا قدمنا في حاجات قدمت، لكن ما هو إحنا في احتياج إليه هو ده المهم. وده سؤال ذكي جدا، إنه إحنا محتاجين تفعيل الثقافة المصرية مرة أخرى في القارة الأفريقية. يعني شوفي النهاردة أنا من فترة كنت في الصومال في هرجيسة في صومالي لاند، المركز الثقافي المصري محتاجين نفعل دوره. أنا راجع قبل العيد من موريتانيا، المركز الثقافي المصري في موريتانيا في نواقشوط مغلق، وده كان يعني أنا حكالي الأستاذنا الكاتب والصحفي الكبير الأستاذ محمد محمود ودادي، كان سفير موريتاني وكان وزير الإعلام في موريتانيا وكاتب عظيم، حكالي أنه لما جم أول زيارة لمصر جم مجموعة من الفاعلين الموريتانيين علشان يدعو يعني يتحدثوا مع الرئيس جمال عبد الناصر في العلاقات، أنهم يدخلوا الجامعة العربية، لأنه كان الوقت ده كان لسه ما دخلوش الجامعة العربية. فأعجب بثقافتهم فسألهم هذا الورد انتوا متعلمين ايه؟ فقالوا له احنا متعلمين في المحاضر، والمحاضر دي هي الكتاتيب، ما يشبه الكتاتيب عندنا لكن بتبقى مستمرة بتدرس فيها كثير من المناهج الدراسية لسنوات طويلة. فقال لهم لا، لازم تاخدوا شهادات، وخلاهم يدرسوا في مصر، استبقاهم ودرسوا في مصر، خدوا الإعدادية وخدوا الثانوية، كل فترة خدوها في سنة ودخلوا الجامعة، وبالتالي بدأت يعني بدأ حضور مصري قوي من خلال تقديم المنح الدراسية للأشقاء الموريتانيين، من يتحدث عنه يعني يذكرون يعني الناس الكبار والمهمين ومن أصبحوا وزراء ورؤساء وزراء وكذا بيتحدثوا عن هذا الأمر. النهاردة احنا محتاجين نعيد تفعيل هذه، طبعا في منح، الأزهر الحياة بيقدم منح
وده مش موريتانيا بس، ما اتكلمش بقى على موريتانيا بس، بتكلم على عموم افريقيا. في منح، في مدارس ازهريه الحقيقه، في شفت في النيجر مجمع مدارس ازهريه، شفت في الصومال، شفت في نيجيريا. في احنا محتاجين زياده اعداد المنح من الوافدين الاشقاء من افريقيا، لان في دول تانية دلوقتي بدات تسيطر، بيبقى لها نفوذ سياسي واقتصادي كبير من خلال منح. مثلا تركيا بتقدم منح بالالف منحه. لكن مثلاً سريعا، هل في تحديات تتعلق بالسياسه الخارجيه ما بينهم وما بين القاره السمراء؟ سريعا وقتنا قرب. لا ما فيش تحديات، هي التحديات الاقتصاديه والثقافيه، ومصر قادره لانه احنا عندنا البنيان الثقافي المصري قوي جدا، البنيان التعليمي المصري قوي جدا. ممكن اذا زدنا، لازم نفتح مثلا مركز ثقافي في نواقشط ويستعيد دوره، لان كان هذا المركز كثير من ادبائنا واساتذتنا والوزراء في موريتانيا مثلا تحدثوا على انهم تربوا على الثقافه المصريه من خلال مركز الثقافي المصري. احنا محتاجين نستعيد هذا الدور، محتاجين ننوع التواجد الثقافي، العلاقات بوزارة الثقافة المصرية مع وزارات الثقافة والفنون في الدول الأفريقية مهم جدا. المنح التعليمية، يعني أنا شايف الثقافة والتعليم جزء مهم جدا. وده بيؤكد دكتور أيمن أن العقد الثالث من القرن 21 هيكون أفريقيا خالصا أعتقد. إن شاء الله. صحيح؟ ده صحيح. بشكرك دكتور أيمن السيسي نائب رئيس تحرير الأهرام والمتخصص في الشأن الإفريقي، شكرا جزيلا لحضرتك. شكرا لك. مشاهدينا وصلنا معكم لختام حلقتنا من مساحة يا رأي، انتظرونا في حلقات قادمة. شكرا لحضراتكم وإلى اللقاء.